السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. اليوم غنجد معكم واحد كاسكروت، اقتراح ديال كاسكروت. هنايا غندير واحد الكيكه ديال الشكلاط بنكهه القهوه والقرفه. كنحتاج فيها 3 ديال البيضات، 2 خمارات حمرين، 2 ديال ساشيات الكاكاو، معلقه صغيره ديال القرفه، ومعلقه كبيره ديال الشكلاط الحلو كوبيل، كاس ديال سنيده سكر سنيده، كاس ديال القهوه سريعه الذوبان ولا قهوه معصره ولا المهم كاس ديال القهوه، وكاس ما عمرش ديال الزيت صافي. ودقيقه على حسب، المهم راه الدقيق غادي يهتز لينا جوج كيسان حتى لجوج كيسان ونص. بسم الله. غادي ندير سنيده وقبصه ديال الملح سيتها. غادي نخلط السكر مع البيض، غندير كاس ديال الزيت ما عمرش والقهوة. درتها غير في الماء بارد، هادي سريعة الذوبان، درتها غير في الماء بارد. إلا كانت طايبة خليوها حتى تبرد شوية. صافي غادي ندير هنايا الكاكاو القرفة والشكلاط. غادي ندير الكاكا، صافي. هنا غادي كنخلطها مزيان، غادي ندير الدقيق، غنبقى ندير ونحرك حتى نشوف. غادي نجيب واحد الكاس، غادي نديرها واحد الكاس ونشوف. ندير 2 كيسان، المهم راه عيني ميزاني. ديال الكيكه راه كلشي كيعرفو، المهم غير كنسد الكيكه. انا ما كنديرش فيه الثقه، كاين اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش. بحال دابا هذا كيشرب غير 2 كيسان. حتى على حساب البيض، الا كان البيض صغير ما كتزيدش الكيكه بزاف. غادي نزيدو قلا شوية، صافي. غندير الكمالات،
وغندير واحد الكيكه ديال الخبز. صافي هذا هو القوام اللي غنجيب اللول ونرجع معاكم. صافي هادي راه غادي نديرها حتى تطيب وغادي نسقيها بواحد نسقيها بالسيرو ديال القهوه. ندير واحد الكاس ديال القهوه باش نسقيها به حيت غادي ندير لها واحد الكريمه ديال كريم باتيسير بالشكلاط. صافي هنايا واحد شويه ديال البطبوط عجننا العجينه البطبوط راه كلشي كيعرفها الملحه والخميره والمدافي. صافي وغنعجن واحد شويه غنصيب واحد شويه ديال الحرشه ديال المقله. صافي والكيكه راه في الفران كطيب. صافي هنا البنات بديت كنطيب راه غير ساليتو في الكراس وبديت كنطيب ما كنخليهش يخمر جوج خطرات باش يجي زوين. يخمر جوج خطرات ما كي صافي البنات هنا راه بدات كتنفخ راه بدا كيتنفخ البطبوط الا بغيتو يتنفخ ديرو قرصوه رقيق وما تخليوهش يخمر وقرصوه بالفرص شي يجي زوين. صافي كنبقاو عليه هكا باش يطيب كاع من الجناب والبوطه ما تكونش مجهده وما تكونش ميته. هادي راه الثانية تبارك الله كيجي نفوخ يا راه حيدت دابا راه طيبت جوج هادي الثالثة غادي نمشي حتى نكمل هذا ونرجع معكم باش نعجن معكم الحرشة. صافي البنات هادي هي الكيكة راه طابت راه كتجي جات مشقة وزوينة طلعت مزيان. صافي غادي نقلبها في هاد الطبسيل وغنسقيها بالقهوة. هادي راه نيس كافي طيبتها شوية ودرت فيها واحد نص ملعقة ديال السكر غادي نقلبها. صافي هنا راه لصقات ليا شويه في المول ماشي مشكل. المهم غادي نسقيها نسقيها بالمعلقه باش ما نسقيها بالقهوه. باقي غندير ليها الكريمه انا غنصيف معكم الكريمه دابا تشوفوها. الا كانت الكيكه سخونه تكون يكون السيرو باش غتسقيوها بارد. الا كانت بارده يكون السيرو العكس. في الكريمه غادي ندير جوج كيسان ديال الحليب غير جوج كيسان ما بغيتهاش بزاف غندير شويه. غندير فيها جوج كيسان ديال الحليب وغندير كريم باتيسير ندير ملعقه ما جوج معالق ما عامرينش ديال الباتيسير وغندير واحد المعلقه ديال الكاكاو ديال ماشي الكاكاو هذا سميتو ابلو بودره كوبيل كوبيل شكلاط الحلو بودره ديال الشكلاط. وغادي ندير واحد ساشي ديال الكاكاو ولا معلقه
ديال الكاكاو، وغادي ندير واحد طريف ديال الشكلاط ولا جوج طروفات ديال الشكلاط غير باش يعطيو تما مع الكريم باتيسير راه فيه الشكلاط. صافي وغادي نطلع الكريم، ونسيت السكر، غادي ندير السكر، غندير جوج معالق ونص. غنجيب الكاكاو ونرجع دير غير شويه باش تجيش مره، مبغيناهاش تجي مره، بغيناها تجي مطوله غير باش يدير فيها اللون. وغادي ندير شويه ديال الشكلاط حتى نحيدها وندير عليها الشكلاط. تنجيب غادي نلوح فيها هاد جوج طريفات ديال الشكلاط ندوبهم فيها. وغادي نخويها عليها دابا. كتجيب هاد الكريمة زوينة. صافي البنات، بعد ما كملت الضغوط وكملت الكيكه غادي ندير واحد الحرشه ديال المقله عاديه. عندي هنا نص كيلو ديال السميده ونقصت منها كاس. صافي غادي ندير معها، غندير معها الملحه على حسب الذوق. انا عندي معلقه صغيره ما غنديرهاش يمكن كامله، معلقه كبيره ديال السكر، معلقه صغيره ديال الخميره، معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال العجينة، ما عرفتش شنو خليت معكم حيت قطعت. المهم ونص كاس ديال الزيت وجوج كيسان ديال الحليب وخفض الخمارة. وغادي ندير معاه واحد الملعقة ديال الطحين فورس. غادي ندير هادشي كلشي الجاف، ما بسبستهاش هي الاولى على حسب حيت هنا حيت كنت غنحيد شوية نديرو في المقلاة. هنا راه دهنتها بالزبدة ودرت عليها السميدة، يعني ما غاديش نحتاج. غادي ندير واحد الملعقة ديال الزبدة. كنهز غير بيديا قياس معلقة ديال الزبدة. صافي غادي نجمع هادشي. نبسبسها مزيان وندير صافي، ندير الخميره ونجمعها بالحليب. شوف شحال ديال الحليب غادي تهز ليا. صافي هنا درت الخميره، دخلها فيها حتى هي مزيان وندير الحليب. نشوف شحال ديال الحليب غادي تهز. هذا راه حليب بارد ما سخنتو ما والو. كنعجنوهاش غير بالطراف ديال الصباع بحال الطراب، بحال كنجبوها بالطراب. صافي
صافي وغادي نديرها في هذه نخليها شويه تشرب. الناس خليتها حتى شربت وغادي نخويها هنا نخويها في مقله ثقيله. غادي نحاول نسرحها ونبقى ندير شويه ديال السميده ونبدا نسرحها. صافي غنجيب دابا واحد المعلقه نرش عليها شويه ديال السميده ونجيب واحد المعلقه نقاد من الجناب نرش عليها شويه ديال السميده ونقاد بهادي. نحيد من هذا الاثر ديال الصباع. البوطه هكا مهيله وغادي نحطها عليها وغادي نغطيها بشي حاجه باش نرجع ليها شويه ونخليها طيب. نت هذه كندوز عليها هذه كامله مزيان هكا شبيك ما لصقات صافي. وكنقلب وكنقلب راه دوزتها عليها قبل ما نصور معكم وكنكو ياك ما لصقات ونقلبها. كنجيب ثانية وكنقلب صافي. البنات لصقات تحمرات ليا شويه ماشي شويه تحرقاتني تشدات فيها شويه العافيه حيت تجهدات عليها البوطه. المهم ماشي مشكل غادي نصبروا ما كاين معنا حتى حد غير حنا اللي كنرجعها طيب من الجهه الاخرى وصافي. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا. راه دخلتها للثلاجه حتى بردات فيها حتى شدات فراسها ودرت عليها واحد شويه ديال لوز ايفيلي من الفوق. هي راه كتجي زوينه وكتجي شيشه وزوينه. صافي البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الطويله ديالنا ديال الكوتي. انا واحد شويه ديال خبز حمه كاين زعما كان غير سخنته. وهذه هي الكيكه اللي صايبت معكم راه كتجي زوينه بهذه الكريمه. وهذه هي الحرشه واخا تحرقات ليا من واحد الجهه شويه ماشي تحرقات المهم شدات فيها شويه كتجي هشيشه ورطبه كتجي زوينه. صافي شويه ديال زيت العود كونفيتير زيت الكحل والبطبط راه كيجي خفيف وخاوي من الداخل. حيت كنصور بيد ما لقيتش كيفاش ندير واحد البراد ديال اتاي كشكشو الكشكوشه ديالو. صافي نتمنى الفيديو يعجبكم وتخليو لنا واحد اللايك وشي كومونتير زوين وشكرا بزاف بزاف على المتابعه ونتلاقاو في فيديو جديد او وصفه جديده ان شاء الله.